أعطي لنا مجموعة من الخطوط تتقاطع بطرق مختلفة وتكون مثلثات، وما أرغب بالقيام به في هذا العرض أنه أعطيتنا قياسات بعض الزوايا، هذه الزاوية وتلك الزاوية وأيضا تلك الزاوية، وما سنفعله في هذا العرض هو إيجاد قياس هذه الزاوية وسنسميها قياس X، وأشجعكم على إيقاف العرض الآن وتحاولوا إيجادها بأنفسكم، ثم سأعطيكم الحل. وإن أفترض أنكم لم توقفوه وقد قمتم بحلها وأنكم قد أعطيتم لقطة جيدة منه، لنحاول حلها إذن. الشيء الممتع هنا هو أنه لدينا عدة طرق وعليك الاستمرار في إيجاد ما يمكنك إيجاده. إذن لنبدأ في الجانب الأيسر هنا. إذا كان قياس هذه 121 درجة، ثم أن هذه الزاوية مكملة لهذه الزاوية، هذه الزاوية مكملة لهذه الزاوية، إذن هذه قياسها 121، 121 زائد الزاوية الخضراء مجموعهما يجب أن يكون 180 درجة، إذن ستكون 180 ناقص 121، دعونا نرى، هذا يعادل 80 ناقص 21، 80 ناقص 20 يساوي 60، إذن ستكون 59 درجة، دعوني أكتب هذا، إذن 59 درجة. الآن كما نرى لدينا قياس زاويتان من المثلث، وإذا كان لدينا قياس زاويتان يمكننا أن نجد قياس الزاوية الثالثة، لأن مجموع زوايا المثلث الداخلية يساوي 180، إذن سأضع هنا علامة استفهام على هذه الزاوية، نعلم أن 59 زائد 29 زائد علامة الاستفهام يساوي 180 درجة، وإذا طرحنا 59 و29 من كلا الطرفين سنحصل على علامة الاستفهام تساوي 180 ناقص 59 ناقص 29 درجة، إذن ستساوي 180 ناقص 59 ناقص 29، دعونا نرى، 180 ناقص 59 يساوي 121، ثم 121 ناقص 29، إذا طرحنا 20 سنحصل على 101، وإذا طرحنا 9 بعد ذلك سنحصل على 92، إذن تساوي 92 درجة. حسنا، قياس هذه الزاوية هو 92 درجة، وهذه الزاوية متقابلة بالرأس مع هذه الزاوية، إذن هذه أيضا قياسها 92 درجة. اقتربنا الآن، يمكننا تقريب هذا المثلث، دعوني أحافظ على بعض المساحة هنا، ودعوني أقول أن هذه قياسها أيضا 92 درجة. وفي هذا المثلث لدينا قياس ضلعين من أضلاع المثلث، وعلينا أن نجد قياس الثالث، وفي الواقع لا يجب علينا استخدام الرياضيات كثيرا هنا، لأن ضلع لدينا قياس زاويتان من المثلث وعلينا أن نجد الزاوية الثالثة. هنا لدينا زاوية قياسها 92 والأخرى قياسها 29، والأخيرة ستكون 180 ناقص 92 ناقص 29، ولا يتوجب علينا استخدام الرياضيات كثيرا هنا لأنها نفس قياس زوايا ذاك المثلث الموجود هناك. لدينا زاوية 92 درجة ولدينا زاوية 29 درجة، والأخرى يكون قياسها 59 درجة، ففي هذه الحالة يجب أن تكون أيضا 59 درجة لأن المجموع يكون 180، وهذا أيضا المجموع 180، وبالتالي يكون قياس الزاوية 59 درجة، ويمكننا الحصول على ذلك عن طريق أخذ 180 ونطرح منها 29 و92، ثم إذا كان قياسها 59 بالتالي فإن هذه الزاوية أيضا ستكون 59 درجة لأنهما متقابلتان بالرأس. انتهينا، إذن X تساوي 59 درجة. الآن هناك عدة طرق يمكنك أن تعلل بها لحل هذه المسألة، فيمكنك أن تقول مباشرة، دعوني أبدأ من هنا، ربما بطريقة أسرع، لكن لن يكون باستطاعتك القيام بهذه الخطوات الأساسية هنا. هذه زاوية خارجية تساوي مجموع الزوايا الداخلية،
إذن 121 يساوي 29 زائد هذا، وانتهينا من ذلك خطوة بخطوة. لكن هنا استخدمنا عدة أشياء نعرفها عن المثلثات، لذلك تمكنا من القفز عن خطوة أو اثنتان، رغم أني أفضل حلها باستخدام الطريقة الأخرى وحتى أتأكد من أنني لم أخطئ بشيء. على أي حال سيكون قياسها 121 ناقص 29 أي 92، وإذا كان قياسها 92 بالتالي ستكون هذه أيضا 92، ثم إذا كانت هذه X فستكون هذه أيضا X، ويمكن أن تقول أن X زائد 92 زائد 29 يساوي 180، و X زائد 92 زائد 29 يساوي 121، نحن نعلم ذلك من قبل، وبالتالي تساوي 180 تساوي 180 درجة. إذن X تساوي 59 درجة. إذن هناك عدة طرق تمكنك من التفكير في هذه المسألة. أراكم قريباً.